جديد من ايام الدوري المصري الممتاز الايجيبشن بريمير ليج في نسخته رقم 67 واسبوعه السادس، وتحديدا تاني ايام الاسبوع السادس. فرقتين كبار بيضموا عناصر كبيره. بيراميدز اللي في السنوات الاخيره كان دايما واحد من الفرق المرشحه للمنافسه على اللقب، لكنه في النسخه الحاليه ابتدى نزيف النقاط مبكرا. لعب 4 مرات، فاز مرتين وتعادل مرتين، وبالتالي فقد 4 نقاط في بداية السباق. أما المقاولين العرب صاحب التاريخ الطويل فكالعادة في السنوات الأخيرة بيعاني بعدما حقق فوز وحيد في 4 مباريات اللي لعبهم لحد دلوقتي و3 تعادلات. البداية ما هياش أحسن حاجة بالنسبة للفرقتين بيراميدز والمقاولين، والطموحات مختلفة. بيراميدز والمنافسة على اللقب والتواجد وسط الثلاثة الكبار، المقاولين وأكيد التواجد في منطقة تليق بالتاريخ الطويل والابتعاد عن صراع المؤخرة والهبوط اللي عانى منه الفريق في السنوات الأخيرة. على الخطوط تاكيس جونياس اليوناني مع بيراميدز في مواجهة شوقي غريب المصري مع المقاولين العرب، فكيف ستكون المواجهة؟ مصطفى فتحي، فتحي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ضربة البداية. عمر، اوه مواجهة مهمة بيراميدز والمقاولين في اللقاء بينطلق في 3:45 بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي، والفوز هو المطلوب بالنسبة للفريقين. بيراميدز صاحب المركز السادس بيدخل النهاردة اللقاء بعدما لعب 4 مرات، فاز مرتين وتعادل مرتين، سجل 4 أهداف واستقبل هدف وله من النقاط 8 نقاط. بيواجه المقاولين اللي لعب أيضا 4 لقاءات، فاز مرة وحيدة وتعادل 3 مرات، سجل 3 أهداف واستقبل 2 وله من النقاط 6 نقاط. في المركز السادس بيراميدز، وفي المركز السابع المقاولين العرب. في الجولة السادسة اتفرجنا امبارح على تعادل سلبي مخيب للأمال في بداية الأسبوع ما بين المصري البورسعيدي والبنك الأهلي. النهاردة عندنا 4 لقاءات بتبدأ 3:45 بلقائين في نفس التوقيت. بيراميدز في مواجهة المقاولين العرب، وفاركو بيستضيف الداخلية على استاد اسكندرية الساعة 5، لقاء صعب للنادي الأهلي أمام غزل المحلة في استاد غزل المحلة وواحد من الاستادات الصعبة في مصر. ومساء طلائع الجيش بيواجه الزمالك على استاد الكلية الحربية الساعة 7 بتوقيت القاهرة. بكرة عندنا 4 لقاءات، لقاءين بيبتدوا الساعة 3:45، إمبي بيستضيف حرس الحدود على استاد بترو سبورت، سموحة بيستضيف أسوان على استاد اسكندرية، والساعة 5 فيوتشر بيستضيف الاتحاد السكندري على استاد الأهلي والسلام، ومساء الساعة 7 سيراميكا كليوباترا بيصطدم مع الإسماعيلي على استاد القاهرة الدولي. جدول الترتيب حتى الآن، الأهلي على القمة بالعلامة الكاملة بعد ما لعب 4 مرات وفاز في 4 مباريات ب12 نقطة، غزل المحلة في بداية طيبة جدا ب10 نقاط في المركز الثاني وبنفس رصيد فيوتشر في المركز الثالث، وبعدين بيأتي الاتحاد في المركز الرابع ب9 نقاط، الزمالك في المركز الخامس ب8 نقاط وبنفس رصيد بيراميدز صاحب المركز السادس، المقاولين العرب سابع ب6 نقاط بنفس رصيد فاركو في المركز الثامن، والبنك الأهلي في المركز التاسع، والمصري بورسعيدي في المركز العاشر، كلهم بيتساووا بنفس رصيد 6 نقاط، ثم سموحة في المركز الـ11 ب5 نقاط، إمبي في المركز الـ12 أيضا بنفس الرصيد، طلائع الجيش في المركز الـ13 ب4 نقاط، سيراميكا كليوباترا في المركز الـ14 ب3 نقاط وبنفس رصيد أسوان صاحب المركز الـ15، وبعدين الـ3 مراكز الأخيرة بنقطة واحدة بيتساوى الإسماعيلي صاحب المركز الـ16، حرس الحدود صاحب المركز الـ17، وأخيرا الداخلية بنقطة واحدة في المركز الأخير.